إذا قلت لك ما تنزليش تاني باللبس ده. ليه؟ لو شفتك تاني باللبس ده والله العظيم هكسرك. إيه اللي أنت بتعمله مع أختك ده في إيه؟ مفيش حاجة يا أبوي. في إيه يا حبيبتي؟ يا بابا كل ما أنزل ألعب يقول لي لا ما تلعبيش، ومش عايز نلبس ده. أنت بتعمل كده ليه مع أختك؟ إحنا أساسنا صعادة يا أبوي، ما عندناش الكلام ده. معلش يا حبيبتي، هو أخوكي كده واخد أسود عمان. معقول يبقى كل الأراضي بتاعتنا؟ مش بس الارض دي يا حبيبتي، ده غير اللي في البلد كمان. ما تقول لها يا اخويا اللي في البلد دي جي كيف. ماسة حبيبتي، خشي كل الكب كيك اللي انت بتحبيه، هتلاقيه جوه في المطبخ. خش خش. ايه اللي جابك ابو جراح؟ اللي جابني جايز حقي. حقك وانت ليك ايه؟ الارض انا اللي جايبها، انا اللي دفعت 8 سنين من عمري جوه السجن. قول ماليش ايه، لكن انا قاعد تبرع كنت حرص لك اراضيك يا بحر، وبلاش ايدك ما تتحطش في يدي عشان انت عارف حق بجيبه لو عظمه في جفه. والدم، الدم اللي انا قعدت 25 سنه جوه السجن عشانه، عايز تاخد كل حاجه على الجايز؟ انا اللي كان بيني وبينك سور، وادي السور اتهد، لا يمنع حد عن حد ولا يمنع عني. وهرجع اقولها لك تاني يا بحر، انا جاي عشان خاطر عايز حقي، مش جاي اتكلم معاك. يبقى ترجع البلد عشان الكلام خلص. بقول لك ايه يا ابويا، هنفضل حتى امتى ساكتين اللي بيعملوا معانا عمي ده؟ خد نايبك صبري يا ولدي، عمك ايامه في الدنيا دي معدوده. ايه هتقتله؟ سمح الله، واحنا شغالين قتلين قتله؟ ومين هيقتله؟ ولده. مين دي؟ سوالم ود اخوي. عامل ايه يا عمي؟ كيفك؟ والله الحمد لله. والله يا سوالم لسه جاي النهارده من البلد، بس الحال ما يشرفش. ليه كده؟ يا ود اخوي عايز اقول لك كلمتين صغيرين. قول يا عمي. ابوك مصر غيرته. لا مؤاخذة في الكلمة، لما جيت لقيته ملبس اختك الصغيرة مش عارف قط ولا ايه، والوضع دي ما ينفعش، والورث كله شكله عايز يكتبوا لاختك الصغيرة، فانت مش هينفع تضيع حقك يا دي عبيط وفوق. طب انا اعمل ايه؟ قول لي انا اعمل ايه وانا اعمله. بس يا اخوي انا اللي اعرفه ان كل ده المفروض ملكك انت، بس ده لما ابوك الله يرحمه نقرا عليه الفاتحة. طب انا اعمل ايه برضه؟ مش فاهم اي حاجة والله يا عمي. انت بتقول ايه؟